صباح الخير. صباح الخير. ايه الشياكه دي كلها؟ الله، من اين لك هذا؟ تكونش ورثت؟ تقريبا بعت 5 لوحات بسعر خيالي. بكام؟ ب200 جنيه. 200 جنيه؟ تعال 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 هنا، قول لي مغفل مين اللي اشتراهم منك؟ انا عندي لوحات الدنيا. لا يا حسني، ده مش مغفل. تبقى مغفل. اسكت، ما تقولش عليها كده. دي ملاكه هبط عليا من السماء علشان يغيرني ويخليني ابص للدنيا بامل. انا كمان الدنيا سودة في عينيا اليومين دول. عادي، الحقني بيها، اديها صوري. لا يا حسن، هي خلاص اشترت ومش عايزه تاني. صباح الخير. صباح الخير. تفضلوا. أنا متأسف إن أقول لكم إن دي من الحصص الأخيرة اللي حدها لكم. أنا كان معروض عليا اتنقل لكلية اسكندرية ورفضت. إنما دلوقتي جدت ظروف تخليني لازم أقبل. أستاذ، أنا عاوز أهني سيادتك. على إيه؟ على الفيلا اللي بنيتها لإلهام هانم. إلهام هانم؟ آه. الفيلا جميلة قوي. أنت شفتها؟ أيوه. اصل الهام هانم هتخلينا فريشة كده. استاذ شريف، سيادتك مصمم تسافر؟ ايوه. الطلبه ما تقدرش تستغنى عن سيادتك ابدا. منين هنلاقي استاذ زيك؟ كتير يا عادل. لا، سيادتك النهارده متهيألي متضايق شويه. يعني صحيح انا تلميذ وسيادتك استاذ، لكن برضه انا حاسس بيك لاني عارف يعني ايه الواحد يبقى متضايق. لما هسافر يا عادل يمكن استريح. خلاص سافر، ولو اني عارف ايه اللي يريحك اكتر من السفر. ايه؟ سيادتك عايش لوحدك؟ مع والدتي. تبقى برضه عايش لوحدك. عاوز اقول فاهمك يا عادل. اسمع، هقول لك حاجه ممكن تساعدني. انا اقدم حياتي لو كان ده يساعدك. متشكر قوي، محدش هيقدر يساعدني. ابقى سلم على الهام هانم. مع السلامه. الله يسلمك.